Helen, أهلا بك إلى سينما بديلة. Thank you very much. You have curated for the London Film Festival the experimental short. هل لك أن تحكي لنا عن موضوع أو تيمة أراضي مستعمرة في برنامجكم؟ Can you tell us more about the occupied territories theme of your program? Right. Okay. Yes. This particular program called Occupied Territories is really about how things are placed in the environment. برنامج أراضي المستعمرة يتعلق بأفلام موضوعها البيئة التي نعيش فيها وعلاقتنا بالأشياء التي تحيط بنا في حياتنا اليومية والتي نأخذها كأمور مسلم بها. جزء من الأفلام يركز على البناء والهندسة المعمارية. واختيار أفلام هذا البرنامج يتعلق كذلك بالطريقة التي استخدمها المخرجون لإيصال مفهوم معين لنا حول بيئتنا اليومية. الأفلام تدعونا أن ندرك ما لا نلاحظه عادة في تأثير البناء والأشياء التي تحيط بنا على كيفية تحركنا. والأفلام ضمن هذا البرنامج تدعونا أيضا إلى التفكير بالصورة نفسها وبالطريقة التي ننظر بها إلى الأفلام. Kind of three layers of different colors of the environment as we look at, and the whole idea really is to give us a different view and make us think about the world around us and the things that are in it. As content and as a motivation for filmmaking. هذه الأفلام تختلف كلياً بالشكل والموضوع عن السينما التجارية السائدة. فهل تشعرين أن السينما التجارية هي أيضاً تستعمر البيئة التي نعيش فيها وتسيطر على طريقة تفكيرنا وتكوين مفهومنا للأفلام؟ أعتقد أن الهدف الأساس من عرض الأفلام التجريبية في مهرجان لندن للأفلام هو إعطاء منظور مختلف للجمهور لمشاهدة الأفلام وقراءتها بعيداً عن السينما التقليدية. الأفلام التجارية هي رائعة من حيث رواية وسرد القصة وطرح أجناس معينة من الفن، لكنها تعكس جانباً واحداً، وهو أمر ممتع للغاية، لكنه يظل أحادي الجانب. هناك صعوبة بعبور المشاهد من عالم السينما السائدة إلى الأفلام التجريبية من حيث اندماج المشاهد في الطريقة البديلة لهذه الأفلام التي تترك له مساحة كبيرة لإدخال وجهة نظره الخاصة لما يرى. That sometimes confuses audiences because they're used to narrative filmmaking where they told exactly. ربما يؤدي ذلك إلى إرباك المشاهدين الذين اعتادوا طريقة السرد الروائي، وهذا ما يتوقعوه حين يذهبون لمشاهدة الفيلم. ولكن الأفلام البديلة تترك المجال فسيحاً لخيال المتلقي ولتصوره الخاص ولما يعكسه الفيلم في ذهنه، وهذا موجود خصوصاً أو لأقصى حد بالأفلام التجريدية. فهل هناك طريقة يمكن أن نجذب بها المشاهد إلى هذه الأفلام التي لم يعتادها؟ نعم، أظن هناك كثيراً من الناس يعتقدون أن هذه النوعية من الأفلام غير ممتعة أو صعبة الفهم، وأنا أحاول أن أبدد هذا التصور، وهناك طرق مختلفة لإنجاز ذلك. هناك جمهور يحب هذه الأفلام حيث يبقى المجال مفتوحاً أمامهم لاستنتاج ما يريدون استنتاجه من الفيلم ولا يفرض الفيلم عليهم رؤية معينة. وهناك أيضاً كثير من الناس يعتقدون أن هناك طريقة معينة أو طريقة واحدة لفهم هذه الأفلام فيحتارون بكيفية قراءة الفيلم، ولكن ليس الأمر على هذا النحو على الإطلاق. والمهم أن تأتي لمشاهدة الفيلم وتضع تصورك الخاص به وتأتي إليه بعقل مفتوح من منطلق أنه لا يوجد شيء اسمه خطأ ولا شيء اسمه صواب في تفسير هذه النوعية من الأفلام. وهناك أشياء كثيرة يكتبها النقاد والمنظرون لشرح هذه النوعية من الأفلام وتوضيحها، لكن المهم هنا هو رد فعل المشاهد تجاه هذه الأفلام من دون التأثر بآراء الآخرين، وأن تضع نفسك في المحيط أو البيئة التي يهيئها لك الفيلم. بعض الأفلام التي شاهدتها في هذه المجموعة تذكرني كثيراً بفن الفيديو، أو هي أفلام فيديو بالفعل. هل ما زلت تعتقدين أن الفرق موجود بين فن الفيديو والأفلام؟ I think in experimental cinema or artist moving image as it's sometimes called is now covers such a huge and expansive range. أعتقد أن السينما التجريبية تغطي أنواعاً مختلفة من الأعمال الفنية وتشمل ما اعتدنا بتسميته بأفلام الفيديو، وهذا الاسم لم يعد يستخدم كثيراً. وما حدث في 15 عاماً الماضية هو أن الناس كانوا يعرضون أفلام الفيديو في القاعات
ومن ثم لجأوا إلى صالات السينما حيث يمكن جذب أنواع جديدة من المشاهدين، وهكذا تم اندماج بين عالم الفن وعالم صناعة الأفلام. وما نراه في الآونة الأخيرة وعلى وجه التحديد في السنوات الخمس الأخيرة هو أن فنانين بدأوا يخرجون أفلاماً طويلة في إطار وفحوى مفهوم السينما التقليدية. لكني أعتقد أن النقطة الأساسية هنا هي أن الفوارق تتلاشى والحدود تنهار، وبات بوسع المرء أن يشاهد هذه الأعمال في المعارض الفنية أو في دور السينما أو في مهرجانات للأفلام كما يحدث هنا في مهرجان لندن للأفلام. وبوسعك أن ترين هنا الذوبان في الفوارق ونقاط الطلاق بين هذه الأفلام مثل ما نرى في فيلم ستيف ماكوين 12 Years a Slave، وهو بالتأكيد فيلم بالمفهوم السينمائي التقليدي وليس بالمفهوم الفني، رغم أن صانع الفيلم هو فنان. وقد أصبحنا نشاهد الكثير من أوجه التلاقي بين فن الفيديو وصناعة السينما، وهذا شيء جيد بالنسبة للمفهومين، والدعوة في نهاية الأمر موجهة للمشاهد للاندماج مع أنواع مختلفة من الأفلام. Great. Thank you very much, Helen. Thanks.